السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يعطيك العافية. احنا اليوم ان شاء الله راح نكمل على موضوع الاستورج. وراح احنا وصلنا المحاضرة الماضية لعند هذا السلايد اللي تعرفنا فيه على كيف القراءة من الديسك بتصير. طبعا احنا المحاضرة الماضية تكلمنا فيها بشكل عام عن ايش هو الاستورج بشكل عام، وبلشنا نتعرف على انواع الاستورج، وبدأنا بأول نوع من أنواع الاستورجز اللي هو كان إيش؟ الديسك أو الهارد ديسك. اليوم راح نكمل كم موضوع بخصوص الهارد ديسك، وبعدين راح نتعرف على أنواع ثانية من أنواع الاستورجز. طيب للتذكير، إحنا بالمحاضرة الماضية وصلنا لهون وعرفنا إنه عشان أقرأ أي إشي موجود بالهارد ديسك، طبعاً أنا بهمني بالهارد ديسك إنه راح أقرأ سيكتورز، صح؟ فلو افترضنا إني بقرأ السيكتورز هذول اللي بالأخضر اللي هم 27-28، لكن الهيد كان هون بالبداية. كيف عملية القراءة بتصير؟ زي ما قلنا إنه الهيد بيمشي لفوق ولتحت بس، فالهيد راح يمشي لحد ما يوصل على التراك المطلوب، بعدين راح يستنى عبين ما الروتيشن تاع الديسك يجيب له هذول السيكتورز لهون. مجرد ما وصلوا لعنده راح يبلش يعمل الأكتوال ترانسفير تايم. فإحنا عندنا 3 ستيبس. الأولى إنه أحرك الهيد اسمها سيك تايم، الثانية استنى الروتيشن اسمها روتيشنال ديلي، والثالثة هي الاكتوال ترانسفير تايم للديتا اللي بالسيكتور لما يصير تحت الهيد. واضح؟ قلنا بالمحاضرة الماضية انه اي اكثر واحدة بتستهلك وقت توقعوا سيك تايم، وحكينا انها اصلا ات دومينيتس، يعني هي اضعاف الوقت اللي بيحتاجه الباقيات. فعشان هيك فعليا احنا بهمنا نقلل السيك تايم، والباقيات نقدر نعتبرهم ايش؟ نيجليجبل. تمام. طيب محاضرة اليوم راح نبلش نتعرف على إشي مهم جدا ودائما بيجي عليه سؤال بالامتحان. تمام، دائما بيجي عليه سؤال بالفاينل، اللي هو موضوع إيش هم السكيجولينج ألغوريثمز، الديسك سكيجولينج ألغوريثمز لتقليل السيك تايم. متذكرين تعرفنا سي بي يو سكيجولينج ألغوريثمز، بيج ريبليسمنت ألغوريثمز، هون راح نتعرف على إيش؟ ديسك سكيجولينج ألغوريثمز. نفس الشيء عندي هنا 6 algorithms بالامتحان، بجيب لك سيناريو بقول لك حل لي باستخدام هاي باستخدام هاي باستخدام هاي. طيب لاحظوا كيف المادة قاعد تكبر، صار كثير طلاب بيخربطوا بين مثلا الراوند روبن، هذا كان مع مين، هاي ولا هاي، تصير الامور تدخل ببعض لانه كثرة. اوكي، فضروري تركز تدرسهم على رواق تفهمهم، مش كل شيء تخلصه قبل المحاضرة قبل الامتحان بيوم، وقتها راح يدخلوا ببعض المعلومات. تفضل. صح، بس انه الار لما يتحرك من صح، بس مش هاي مشكله الكهرباء، يعني ما طول، بس لا صار نشوف كيف. لا احنا حلو السؤال، انه انا تقليل السيك تايم مش دائما بيكون بس تسريع الموتور. احنا افترض الموتور سرعته ثابته، طيب لكن شوف علي كيف بيجي السؤال او السيتويشن. اصلا لنفترض انه انا عندي هاي الليست اوف ريكويستس. شو هاي؟ هاي بنسميها باتش، يعني دفعة، يعني إجاني مجموعة ريكوستس هذولا، مثلا 8 ريكوستس، إنه بده هذول عبارة عن أرقام تراكس. إيش يعني؟ يعني هذا الهاردسك صح، هذا البلاتر. أنا كنت مثلا عندي من صفر، من تراك صفر لتراك 200. لاحظ أنا مثلا كنت بتراك 53 بالنص، إجاني ريكوست دروع 98 دروح لهون، بعدين إجاني ريكوست 37 درجع لورا، بعدين ريكوست 122 درجع لهون، بعدين ريكوست 14 درجع. المنطق انه انا كان بامكاني اعملهم بطريقه اذكى بحيث ما اظني رايح جاي. فاحنا السؤال اللي بهمنا بالسكيدجولينج هذول، وهذا على فكره شيء مهم جدا، دائما لما تتعلم سكيدجولينج الجوريثم او اي شيء في مقارنه بين اكثر من حل، انك تحاول تفهم شو السؤال اللي قاعدات بيحاولن يجاوبنه. مثلا بالبيج ريبليسمنت بوليسي شو كان السؤال؟ اي بيج عملها ايفيكشن، صح؟ هون شو السؤال؟ مين الريكوست اللي لازم اخدمها نيكست بحيث يقلل التوتال سيك تايم؟ واضح؟ طيب تفضل. تقليل السيك تايم تكون تقليل المسافه، تقليل المسافه صح، هو تقليل الموفمنت اللي بتاعه الهيد. اوكي، فهو سرعه الهيد اعتبرها ثابته او ايرليفنت زي ما تفضلت، هي عباره عن كهرباء ما بتهمني انا، لكن انا بقدر اعدل لك الهار السكيدجولينج وراح يفرق كثير، راح تشوفوا قديش. طيب فبالامتحان ايش بجيب لك؟ بالامتحان بجيب لك زي هيك
وبقول لك إذا بلشنا إحنا مثلا بهيد كان موجود على 53، أعطيني إيش التوتال سيك تايم إذا استخدمنا هالألغوريثم أو هاي أو هاي أو هاي. واضح؟ طبعا الريكوست اللي جاءنا يعني الريكوست هذولا تترتبهم مين تخدم بالأول. واضح؟ هسا لاحظوا دقيقة، لاحظوا بالحياة العملية إنه أنا بكون شايف إنه إجاني هذول بس أنا ممكن يجيني غيرهم كمان. إحنا بالحياة العملية حقيقة يعني أنا أوكي إجاني الثمانية هذولا بس برضو ممكن وأنا أشتغل يجيني غيرهم، فإحنا بس المهم إنه أنا شايفهم. يعني هذا فرق بين مثلاً الأس جي أف وهيك، إنه ما كان يعرف بالفيوتشر. أنا هون أنا مفترض إنه أنا حالياً وأنا قبل ما أبلش عارف إنه في 67، بس ممكن يجي بعد 67 ما بعرفه، لكن اللي لحد هذولا كلياتهم أنا شايفهم at the same time. لا السيك تايم انت بتمشي بين تراكس، تروح من تراك لتراك، تراك زي هاي الموفمنت من هون لفوق وتحت. السيكتور جزء من التراك مربع، ايوه سل واحد السيكتور. واضح؟ طيب خلينا نبلش نتعرف على الالجوريثم. اول الالجوريثم اسمها فيرست كم فيرست سيرف، او اللي هي برضو لها اسم ثاني فايفو. مرت علينا هاي قبل المره دائما دائما على فكره باي شيء راح تتعلموه دائما اول شيء بنعرفكم عليه بكون نستخدم فايفو لانها الموست انتويتيف والسمبلست اوبشن. بعدين نصير نكبر، احنا راح نتعلم 6 الجوريثمز طيب، لكن دائما بنبلش بالفايفو عشان او الفيرست كم فيرست سيرف، سواء هاي او هاي نفس الاسم، بحيث انك ايش تقدر تعرف شو بنعمله. طيب خلينا نقول لو بنستخدم الفايفو هون شوفوا ايش بيعمل الفايفو. ببساطة بحكي بمشي على الاور، بخدم الاوردرز، بخدم الريكوست نفس الاوردر اللي اجاني. طبعا هو احنا حقيقة كاو اس ما بهمنا انه نخدم 98 مثلا قبل 65، انا بهمني اخدمهم كلياتهم واسرع ما يمكن، اصلا بالعكس طولت ما استفدتش، فانا بدي تخدمهم كلياتهم باقل وقت ممكن. واضح؟ لا الفايفو شو بقول؟ بقول انا لا بدي اغلب حالي ولا اقعد اغير ولا شيء، نخدمهم زي ما اجوني. فشوف ايش ممكن يعمل هو. انا طبعا حكي لك انه احنا الهيد على 53، فهو ببلش 53 بعدين راح على 98 بعدين راح على 183 زي ما هو ماشي هون، بعدين راح 37 122 14 124 65. شايفين كيف ضل يمشي رايح جاي رايح جاي؟ هل هذا شيء منطقي؟ ليش؟ انه كثير صار عندي حركه وفي اشياء رحت فشقت عنها مريت عليها بس كنت بقدر اخذها لكن ما اخذتهاش لاني ايش بدي اظني رايح جاي. انت بتقدر تتخيل يعني انه هذا الصفر هو مركز البلاتر وهيك هذا السي دي هون اخره، فانا بروح قاعد من اول لاخره من اول لاخره، فاهمين علي؟ يعني زي هيك انا بروح قاعد لفوق وتحت فوق وتحت على الفاضي. فالسيك تايم هون تاعي ايش راح يكون؟ كبير جدا. بالامتحان ايش بجيب لك؟ بجيب لك هذا السيتويشن وبقول لك حل لي اياه مثلا باستخدام الفايفو، واعطيني شو التوتال هيد موفمنت او التوتال سيك تايم كوست. مثلا هون شو بتعمل؟ تروح بتجمع قديش مشى. انت عارف مثلا مشى من 53 ل 98، تحسب قديش المسافه هاي تطرحهم يعني وهكذا. طلع معاك مثلا بالاخير هون 640 سلندر. ليش عمل سلندرز؟ لانه احنا قلنا انه احنا كله لما بيمشوا مع بعض فصار عندي زي كانه سلندرز، يعني هم فعليا 640 تراك بس لانه احنا كلهم بيمشوا مع بعض، فاحنا الوحده اللي بنستخدمها بالعاده هون سلندر. اوكي فاذا بهمني 640 سلندر. طيب الفايفو حيكون مفيد بس اذا كانوا مترتبين ومقربين له. حلو، لو كانوا هم اصلا جايين مصفطين هيك جاهزين 100% ممتاز، لكن قديش بالحياه اشياء دائما بتكون مرتبه زي ما بدك. طيب فمشان هيك الفايفو بشكل عام له سلبيه انه مثلا زي هون لاحظوا كيف عمل زيجزاجين راح ورجع راح ورجع، هذا كله اوفر هيد زياده. واضح؟ طيب ايش في شيء احسن بقدر اعمله؟ بريدكشن. ايش بريدكشن؟ ايش اخلص تراك كامل. حلو، ايش من اصغر الاقل؟ ايش كمان هسه احنا اذا بتلاحظوا مشينا وكنا نروح لإشي بعيد بعدين نرجع لإشي قريب، نروح لإشي بعيد نرجع لإشي قريب. مش كان منطقي لو خدمت الناس اللي حولي؟ يعني مثلا أعطيكم مثال، لنفترض إنه في حدا مثلا راح يشتري، طيب
مثلا حياتنا العمليه، واحد راح يشتري مثلا امه كاتبه له قائمه فيها الاشياء اللي بتهيها. طيب طبعا امه كيف كاتبتهم الاشياء؟ انه حسب ذاكرتي، يعني تتذكر مثلا والله بدنا خبز، بدنا بطاطا، بدنا لحمه، بدنا خيار، صارت تتذكرهم وتكتب. اوكي، فهي مثلا عندها خيار، بعدين لحمه، خبز، بعدين بندوره. طيب هسه في واحد اسمه فايفو، شو بيقول؟ انا اهم شيء عندي بر الوالدين. ايش يعني؟ بدي امشي على القائمه زي ما امي كتبتها. فبروح مثلا بيشتري بندوره من عند الخضره، عند محل الخضره، بعدين بيطلع بروح على اللحمه بيشتري شيء وبرجع، والخبز، بعدين برجع مره ثانيه يجيب الخيار. ماشي عليهم ايش؟ زي ما امه ايش اعطته اياهم، عشان ايش؟ بر الوالدين طبعا. فهل هذا الطريقه، هل هاي الطريقه صح؟ ليش الاصح ايش اعمل؟ من نفس المكان. الاصح انه انا موجود عند محل الخضره مثلا، اعمل سكانينج للاشياء اللي موجوده قدام. انا موجود شايف القائمه، هي بعثت لي اياهم الصبح، فانا شايف انه بعد شوي راح في خيار وفي بطاطا في كذا، خليني اجيبهم كلهم بالمره من المكان اللي قريب مني، بعدين اروح على المكان الثاني. صح، هذا ايش بسميه؟ بسميه الالجوريثم الجايه اللي هي shortest seek time first، يعني الاقرب الي اللي بحتاج seek time اقل هو اللي بعطيه اولويه. تمام. لكن الفايفو شو كان عامل؟ يقول لك لا، انا بمشي عليهم زي ما اجوني، خاص بر والدين، انه بدي امشي فيهم واحد واحد. طبعا هو مش عارف انه امه راح تنام ومش جايها الاغراض، انه هو راح يكون بعده بلف لليل. طيب لكن ايش؟ انه فعليا هذاك بمشي عليهم زي ما اجوا، لكن السيك تايم فيرست، شورت السيك تايم فيرست، ايش بقول؟ بقول انا مثلا موجود بنقطه 53، شايفينها؟ بعديها 98، لكن انا ما بهمني 98، انا بعمل سكانينج وبشوف مين اقرب حدا على 53. راح يلاقي مثلا اقرب حدا 65، يروح على 65، بعدين راح يعمل سكان مره ثانيه، مين اقرب حدا على 65؟ راح يلاقي 67، بخدم 67، وهكذا. كل ما ينتقل على مرحله جديده يحاول يشوف هل في حدا قريب علي اخدمه، وبعدين انتقل على اللي بعده. تمام. نعم، حلو. خلني اني اجي على نقطتك بعد شوي، بس اهم شيء فاهمين كيف بيشتغل شورت ستيك تايم فيرست؟ انه انا بمشي كل خطوه بشوف، بدور، بعمل سكانينج مين الحدا الاقرب علي. تمام، وبخدمه. اوكي، فاهمين الالجوريثم؟ طيب هسه الالجوريثم فيها مشاكل. اول مشكله حكاها زميلكم طلال، انه فعليا هاي فيها راح يكون بروسيسنج كثير مقارنه بمين؟ بالفايفو، لانه الفايفو كان ولا يعمل شيء، لكن هذا راح يظل يعمل كومباريزن. ايش البيج او نوتيشن تاعت هاي؟ ان يعني كل مره بتلف عليه. بس انا بس انا كم ليست عندي؟ لا مش انا اسال كمان، يعني يا اما بتكسروها يا ان تربيع، لانه انا عندي ان مرات، كل مره راح اعمل ان سكانز، فصار عندي بيج او اوف ان تربيع. تمام، فهذا البيج او تاعه ان تربيع، لكن فايفو ان، اي احسن؟ اكيد الان. لكن خليني اعطيكم سر حقيقه ما بفرق معي. ليش؟ لانه احنا بنتكلم عن سيك تايم، يعني مليونز اوف سايكلز، فالبروسيسنج هذا فعليا مش كثير، يعني يعتبر نيجليجبل. اذا احنا اعتبرنا الروتيشن كله نيجليجبل، فما بالكم بالبروسيسنج هذا؟ فحقيقه هاي مشكله، لكنها مش المشكله الكبيره، في مشكله اكبر. لا احنا مفترضين، انا معاي كل الليست هاي عادي عادي، انا عارف الليست هاي مش prediction. تفضل. ممتاز، انه ممكن يصير عندي starvation. كيف راح يصير عندي starvation؟ اشرح لنا. هو دائما راح يمشي الاقرب له. طيب ممكن مثلا في واحده كثير بعيده مستقبل، ضل مثلا كل شوي يجي مثلا اشياء جديده بدي اقراها، تكون برضه قريبه علي اكثر من هذيك البعيده. ممتاز، ممتاز جدا. انه احنا ايش ممكن يصير عندنا؟ وهاي هي المشكله الاكبر لهذا هاي الالجوريثم، انه انا ممكن اكون مثلا هون. طيب هذول شوفوا طالبين من زمان بيستنوا دورهم، لكن كل شوي يجين حدا، ما احنا قلنا هاي الليست ممكن تكبر صح؟ فكل شوي يجيني مثلا انا ب 14، يجيني 15، 16، 12، 14، 12، 15، ظل يجيني اشياء ب 12 هون. طيب هذول كلهم بالنسبه للشورت ستيك تايم فيرست لهم اولويه اكثر من 122، فراح يظل يخدم هذول وراح يهمل مين؟ هذول. فهذا شو اسمه؟ starvation. لأنه ممكن إذا ظل يجيني ريكوست زي هاي للأبد، راح إيش؟ راح يعطيني راح يظل هذلك ما ينخدموش، وراح يصير لهم إيش؟ starvation. واضح؟ فإيش المشكلة ممكن تصير لهون؟ starvation. تفضل. يعني الكيو هاي
يعمل سيرش. لا هو مع الوقت بتزيد يعني. هاي ريكوست جايتني من الميموري، من مش الميموري بتعمل بيج فولتس بتطلب للهارد ديسك، هذا بضل يجيني ريكوست، فالليست هاي كان جرو. اذا زادت وكنت انا غير محظوظ بانه يجوني كلياتهم هون، ممكن يصير عندي ستارفيشن. فهاي مشكله كثير مهمه بمين مش شرط تستيك تايم فيرست. هل الفايفو كان ممكن يصير ستارفيشن؟ لا، لانه راح يمشي عليهم بالترتيب، فراح يخدم القديم اول شيء، خلاص راح دوره محفوظ. واضح؟ حدا عنده اي سؤال؟ تفضل. تقريبا هو بالاو اس، مو الدرايفر جزء من الاو اس تقريبا، حسب التصميم. طيب هسا شوفوا قديش احنا، قديش هذا كان معانا 640. شوفوا الاس جي الشورت سيك تايم فيرست قديش راح ينزلها ل 236، بس عندنا مشكله ايش؟ الستارفيشن. لكن هسه في سؤال مهم جدا، شوفوا قديش نزلها. هل الشورت سيك تايم فيرست هو الاوبتيمال سوليوشن؟ ليش لا؟ نعم؟ لا لا، ما هاش علاقة. ممكن يكون له starvation لكنه optimal. لكن أنا قصدي هل ال value اللي رح يعطيني إياها هي هاي أقل value ممكن أصيبها، ولا ممكن في طريقة ثانية أطلع بإشي يعطيني أحسن منه؟ تفضل. لحظة من اللحظات أعيد ال hit على الصفر وأمشي عليه أول هو. استحيل هذا احسن بيطلع كاوفرهيد كوست، ككوست انسوا الصعوبات الثانيه ككوست. هل ممكن اعمل شيء احسن من الشورت تيك تايم فيرست؟ نجمع مجموعه او ضمن هالمجموعه يعمل الشورت سباح، مش انه كل واحده. يعني انتوا كلياتكم يعني بتحاولوا تطلعوا حلو، بس انتوا يعني متفقين كلياتكم انه الجواب لا، انه مش اوبتيمال؟ انا عارف، انا حاسس انه انتوا حاسين انه اوبتيمال، بس في اربع الجورثمز بعديه. اذا طلع اوبتيمال شو نعمل فيهم؟ طيب احنا اخذنا اوبتيمال اول واحد بالبيج ريبليسمنت بوليسي، صح؟ طيب الجواب انه مش اوبتيمال، تمام، لكن مش للاسباب اللي انتم قلتوها. الجواب السبب انه مش اوبتيمال يكمن في شيء دقيق جدا، طريقه عمل الالجوريثم هاي. لاحظ الالجوريثم هاي شو بتعمل؟ انها هي فعليا كل مره قاعده بتحاول تشوف مين اللي اقرب لي الخطوه الجايه، فهي الديسيجن تاعها مبني على الخطوه الجايه بس. هاي ايش نوع الالجوريثم هاي؟ اذا حدا قوي بالالجوريثم صراحه لازم يكون عارفها، الشعب الماضي عرفوها. هاي عائله معينه من الالجوريثمز تتميز بالنقطه هاي، وهي بتخليها مش اوبتيمال. واخذ علامه بونص. نعم، مين حكى؟ صح، greedy algorithm، ممتاز، إليك علامة بونص، بعثي لي إيميل اليوم فيها. طيب هاي اسمها greedy algorithm. شو يعني greedy؟ greedy algorithm هي نوع من algorithms إنه هي بتبني القرار تاعها بناء على الخطوة الجاية بس. يعني مثلا أعطيكم بس مثال هون، لنفترض مش أنا كنت هون، كان المسافة لـ 37 إشي، وفي مثلا نفترض هون مثلا المسافة 20 نقطة، المسافة هون كانت 21 نقطة بس، هو راح يبدي مين؟ العشرين. بس هو مش عارف انه هالخطوة ممكن يترتب عليها انه رح يرجع خطوات طويلة كثير، لانه هو بنى المعلومة تاعته بس على الخطوة القادمة. لكن لو كان بشوف اكثر لقدام او بفكر لخطوات اكثر، كان رح يحلها بطريقة احسن. هذا بسموه greedy algorithm. هاي كويس، لازم تكونوا عارفين هالمعلومة هاي. greedy algorithm هو عائلة من algorithms اللي بتبني خطواتها على الخطوة الجاية بس. زي ايش معناته greedy؟ طماع. يعني زي مثلا حدا بده يروح يسرق بنك، هو ايش بفكر؟ انه اسعد اذا سرقت بنك راح يصير معي 100 مليون دينار. صح، انت راح تسرق البنك راح يصير معك 100 مليون دينار لخمس دقائق، بعدين الشرطه بمسكوك وبتنسجن وبتتبهدل وكذا. فهو ما فكر بالخطوه اللي بعديها، هو فكر باول خطوه انه راح يصير معي 500 مليون دينار، طب بعديها ما فرقت معه، فهو greedy طماع. نفس الشيء هنا، الالجوريثم هاي بتفكر بس بالخطوه الجايه، لكن ما بتفكر بالخطوات اللي بعديها. تمام، مين اخذ AI هون؟ طب انتوا لازم جاوبتوه، لانه هل بقدر استخدم، المفروض اخذتوه اصلا، اتوقع كلمه greedy مرة عليكم، هل بقدر استخدم greedy algorithm عشان اعمل لعبه شطرنج؟ هاي كان في مصطلح ثاني كنت حاول اتذكره، هو اسمها العلمي greedy، بعرف شو اللي اخذتوه، لكن اسمها العلمي greedy algorithm. طيب يعني هاي لازم تكونوا عارفين المصطلح. الشطرنج هل منطقي مثلا بجوز اللي
كم واحد بيعرف يلعب شطرنج هون؟ طيب كويس يعني نقدر نحكي. ممكن واحد يحط لك الوزير انك تفكر انك تاكله. اه والله اذا اكلت الوزير راح تفوز، لكن ما بتعرف انه ممكن هو راح تكون الخطوه هاي طعام ويفوز. فالمفروض انه يكون عندك اذا عشان تعمل اوبتيمال سوليوشن او احسن تمشي خطوات لقدام. مش هيك نعمل الفا بيتا بروننج والاشياء هاي كلياتها، ما كنا نستخدم جريدي. فبالسكجولينج نفس الشيء، اذا عملت الطريقه هاي هي كويسه احسن من الفايفو، لكن it is not optimal. في لو تبحث عن النت راح تلاقي مئات الامثله لانه كيف في سيتويشنز معينه راح يكون هذا يعطيك كوست عالي. تمام، ف it is not optimal, it has starvation, it is better than FIFO. هاي ثلاث معلومات اللي بيهموني تعرفهم ايش عن shortest seek time first. واضح؟ بس مش قصة محسابة علمية، حكيت لك انه عشان تشوف البعض يعني مش معين. اه هو فعليا هاي المشكلة الاساسية تاعت، لانه هي بتشوف بس خطوة واحدة، لكن احنا بس لو شفت خطوتين حلت المشكلة؟ لا، انت لازم تشوف كل الخطوات للاخير. زي بالشطرنج بنحاول قدر الامكان نمشي دبث اكثر ما بنقدر. تمام، لاحظوا يعني احنا بالنهاية الـ OS is a program، فكل مشان هيك بتلاحظوا اللي بده يكون OS designer صح لازم يكون قوي بالالجوريثمز، قوي بالهاردوير، قوي بالسوفتوير، قوي فيهم كلياتهم. عشان هيك هو زي ما حكينا بيجي عندك فوق، انه بتحتاج دبس عالي بالالجوريثمز، وبرضه بتحتاج تكون فاهم بالهاردوير وفاهم هي كروتيشن وسيك تايم وكهرباء وكذا، فاهم، وبرضه فاهم السوفتوير كونسيكوينسز تاعته. فعشان هيك هي اتس فيري انترستينج توبيك، تمام، وفيري رير توبيك انه حدا يقدر يجمع الشغلات هاي مع بعض. لكن اذا جمعتها 100 شركه بتتمناك. تمام، طيب فهذا ايش اسمه؟ شورتست seek time first. المشكلة الجذرية تاعته أساء إنه مش optimal، هاي مش كارثة يعني بالنهاية هي بس algorithm واحد optimal، فإنه هو مش optimal بس معلومة، لكن الكارثة اللي فيه the starvation. طيب فكيف بنحل starvation؟ هذا بيقودنا إلى algorithm الجاية اللي اسمها scan algorithm أو بسموها elevator algorithm. تمام، the scan algorithm أو the elevator algorithm هي الجورثم تمشي زي ما بيمشي الإليفيتر المصعد. على فكرة المصعد من أكثر توبكس اللي أو من التوبكس اللي عليها كثير سكيجولينج، شغل سكيجولينج هذا واستخدم كثير بالمصعد. حتى في طلاب كانوا يعملوا مشاريع تخرج على مصعد، لأنه خاصة لما يكون عندك أكثر من مصعد وطوابق كثيرة راح تشوفوا قديش الموضوع مشتهل. الإليفيتر الجورثم هون إيش بتعمل؟ أسعى المصعد إذا بتلاحظوا دائما بيكون فيه، خاصه اذا كان مصاعد عدد كبير من الطوابق، في كبستين، كبسه لفوق كبسه لتحت. طيب ما حداش سال حاله يعني ليش هالتطفل على حياتنا الشخصيه انه بده يسالني وين طالع ولا نازل؟ يعني انا حر بدي اطلع ولا بدي انزل، ليش بيسالوني السؤال هذا؟ عشان يطلع لك الاسانسير الاقرب. الاقرب عشان بس على المصعد بيكون لما يكون اثنين مع بعض واحد بيطلع واحد بينزل، عشان يعرف اي واحد يفتح لك اياه طالع ولا نازل. ايوه، عشان لانه ما بيقدرش يفتح لك الا المصعد اللي ماشي باتجاهك. اذا انت نازل لازم يعطيك النازل، اذا انت طالع لازم يعطيك الطالع. ليش هيك؟ لانه ماشي على السكان الجوريثم. شو السكان الجوريثم بتعمل؟ السكان الجوريثم شوفوا ايش بتقول. بتقول انا بلش مثلا من 53 باخذ واحد من الاتجاهات، لنفترض يسار، بظلني ماشي باليسار وبخدم كل حدا بطريقي عبين ما اوصل اخر شيء الصفر، بعدين بعكس الاتجاه وبمشي باليمين وبظلني اخدم كل الناس اللي باليمين عبين ما اوصل اصطدم 200 مثلا اللي هي 199، بعدين برجع بعكس وبخدم كل واحد بطريقي. تفضل. نعم هسه راح نشوف، خلينا هاي خليها شوي. اوكي ملاحظتك كويسه لكن خليها دقيقه. اهم شيء هل هذا ممكن يصير في ستارفيشن؟ ليش؟ لأنه 100% الكل راح ينخدم. لو حدا واقف هنا راح أجي أمشي لهون صح، وبالأخير راح أوصله صح؟ ليش؟ لأنه لاحظوا هاي النقطة المهمة. افترض أنه أنت وصلت هون، إجا واحد طلب منك هون خدمة، هل تعطي دور؟ لو شورت ستيك تايم فيرست كان راح يبديه، لكن هذا بيقول له خلص أنا ماشي الاتجاه هذا ما راح أمشي معك. عشان هيك مرات بتلاقيك راكب بالمصعد وانت حاط نزول وكل المصاعد بتطلع قاعده ولا حدا معبرك. ليش؟ لانه هم كلهم باتجاه ايش؟ ثاني. فالسكان هي الالجوريثم اللي بيستخدموها. شو سكان يعني؟ انه بمشي، انا بمشي كاني بعمل سكانينج لكل الدومين، بمشي باتجاه وبرجع. بالامتحان
باجي أنا مثلا بقول لك إذا بلشنا ب 53 وأنا بحكي لك إنه افترض إنه إحنا بلشنا مثلا إحنا بنمشي باتجاه اليسار، هذا أنا بحكي لك إياه بالسؤال، بتعرف إنه وين تروح. طيب افترضوا بالله لو دقيقة لو المصاعد كانت تشتغل short stick time first شو كان رح يصير فينا؟ أيوة تخيل المصعد 100 طابق، العمارة 100 طابق والمصعد حاليا بالطابق رقم 90 وانت بتستنى تحت كابس، فكل شوي بيجي 90 91 92 94 بظلوا يجوا ناس فوق رح يظل يخدم فيهم واحنا تحت شو ولا رح يجينا دور، لكن لأن المصعد بيعمل سكانينج رح تكون الأمور ايش فيها فير فيها انه ما فيش ستارفيشن. في نقطة صحيح حسيت تحكيها بالشورت ستيك تايم فيرست لأنه سألت عنها هسا، احنا قلنا اذا كان عندي اتجاهين يمين ويسار بروح على الاتجاه اللي فيه ايش اقرب صح؟ طب لنفترض جدلا لو انه كان المسافة في 2 نودز، المسافة لهاي 15 والمسافة لهاي 15، يعني انا مثلا بنقطة 30 وفي عندي نقطة 45 ونقطة 15، المسافة هون 15 والمسافة هون 15، مين بخدم؟ الشورت ستيك تايم فيرست بحكي أنا ما بفرق معي وحقيقة ما راح يفرق معه، لكن إحنا عشان الامتحان لأني سألت السؤال هذا بدنا نفترض إذا صار الموضوع هذا، هذا اسمه تاي تعادل، بنبدي حسب فايفو، يعني اللي إجى اسمه أول بالليست هاي هو اللي راح أعطيه ترتيب أول، بس عشان بالامتحان تعرف شو تحل، لكن حقيقة كالجوريثم مش فارقة معها، بس إنه عشان أنت إذا إجاك بالامتحان. أنا صراحة بالعادة يعني قديش صار لي بعطي المادة هاي دائما عمره ما صار هاي الاشياء، بحاول قدر الامكان انه ما يصير الحاله هاي، بس اذا صارت بالامتحان مشان ما تنعجل اعمل على فايفو تمام. طيب نرجع للسكان، السكان اذا هل فيه ستارفيشن؟ لا، لكن احنا فعليا حكينا انه في عندي ستارفيشن. هسه هل اذا اشي مش ستارف ما فيهوش ستارفيشن معناته كويس دائما؟ في عندي انا اشي بنسميه فيرنس، العداله. العدالة أقصى درجات عدم العدالة starvation، لكن لا يعني إنه إذا مش starvation معناته خلاص عدالة، في بالنص تمام. هل هذا عادل ولا مش عادل برأيكم؟ ليش مش عادل؟ ممكن يطول عليك برضه يعني. أيوة لاحظ أنت إذا أنا مشيت لهون، شوف هذول موجودين من زمان صح، مشيت وأنا راجع إجا حدا هون راح أعطيه أولوية أكثر من هذول، ففعليا أنا بديت حدا جديد على حدا قديم، فأنا مش فير صحيح؟ مش starvation لكن برضو مش فير. اسمه سكان بمشي وكل حدا بطريق وإن شاء الله إجي قبل دقيقة أو إجي قبل ساعة رح يخدمه، وإذا وإذا قطعك خلاص مش رح يرجع لك، ده يجي اللفة الثانية أوكي؟ هذا اسمه سكان. فهذا صحيح إنه مفيهوش starvation بس برضو مش فير enough. عشان هيك في algorithm جديدة بنسميها C scan اللي هي سيركولر سكان. شو السيركولر سكان بتعمل؟ بتحاول تحل المشكلة هاي تحت الفيرنس. كيف؟ شوفوا أنا هون مثلا ماشي بلشت باليمين عشان تقتنعوا انه مش دائما لازم امشي على اليسار. هون بالامتحان مثلا ممكن قلت لك افترض البداية على اليمين، اذا بلشت على اليمين وصلت لهون شوفوا السي سكان شو بتقول، ما بترجع تخدمهم زي السكان عادي. السي سكان بتفترض كأنك لفيت بلشت من هون سيركولر. ليش؟ عشان اسع تخدم الناس بالجهة هاي، فاهمين كيف؟ فهي راح تلف تخدم الناس من الجهة هاي. ففعليا لاحظوا الفرق بين سكان والسي سكان وين راح يبين؟ بين 14 وال 37. السي سكان راح تخدم 14 بالأول ولا 37 بالأول؟ 14. السكان 37. لا، أما السي سكان طبعا حقيقة بالأجهزة ما في إشي اسمه تلف، هو عبارة عن بلاتر، لكن هو شو بيعمل؟ بيرجع طريق هذا كامل، بس هو راجع بيعمل إغنور للكل، بس يوصل الصفر بيرجع ببلش يخدم من اول. فهو الهدف انه يعطي اولويه للناس اللي ورا. تفضل. وصل الخط هو هيك، هذا السكان وصل لعند صفر، وصل لعند اخر شيء اوكي. هسه راح ناخذ عشان كمكم سالتوا اكثر من مره، راح ناخذ بعديه اللوك. في عندنا لوك وسي لوك، الفرق الوحيد تاعهم انه ما بوصل للصفر ولا ال200، بوصل لاخر طلب اصلا موجود. يعني انت بالمصعد مثلا، احنا قلنا المصاعد بتعمل سي سكان صح او سكان، حقيقه هل تعمل سكان؟ تعمل لوك، لانه انت فعليا المصعد اذا انت مثلا في 100 طابق وفي عندك واحد طالب لطابق 5 بس، هل راح يوقف عنده
ويرجع يخدم الناس اللي بصفر، ولا راح يكمل للمية بعدين يرجع للناس اللي بالصفر؟ وقف عنده وبيرجع صح. فالمصعد هو فعليا لوك، زي ما انتم كلياتكم استغربتوا قلتوا ليش هيك بيعمل، لكن السكان هو ايش؟ بوصل ل 200 وبوصل لصفر، اللوك ما بوصلهم. تفضل. السكان هيك عنده ايجابيه، يعني ممكن لو شيء اجى يعني بعد الصفر بشوي انه يقدر يخدمه. ممتاز. ليش اصلا السكان الجورثم بعدها موجوده؟ لانه ممكن فعليا انك تكتشف انه في وهو مش بيظهرها جروينج، ممكن وانت ماشي في ناس تيجي قدامك فتستفيد منهم. طيب اذا هذا اول شيء واضح ايش الفرق، ايش السكان، سي سكان لوك وسي لوك. اذا فهمت السكان فعليا انت فهمتهم كلياتهم، لانه السكان زي اللوك بس الفرق الوحيد انه هذا بوصل لصفر وهذا ما بوصلش. السي سكان زي السكان بس الفرق انه ايش؟ سيركلر، يعني لما يجي يرجع ما بيفشق عن الباقين كلياتهم. السي لوك زي اللوك بس انه بيعمل سيركلر. فهم اذا فهمت واحده منهم انت فهمت كلياتهم. طبعا لاحظ نقطه مهمه، السي سكان فيه فيرنس صح، لكن هل هو اوبتمايزد اكثر من السكان؟ لا، لانه شوف المسافه هاي كلها هاي اوفر هيد، يعني بالامتحان هاي تحسبها كامله اوفر هيد. شايفين يعني هاي في 200 كاملات دفعناهم على الفاضي لانه مشينا الطريق هذا كلياته بس عشان ايش؟ نبلش صح. طيب اذا اي احسن الجوريثم؟ هذا اهم سؤال، اي احسن الجوريثم؟ الديبند. ممتاز، الحمد لله رب العالمين. الديبند، الديبند على ايش؟ حسب. اذا مثلا انت بهمك الفيرنس اكثر من البيرفورمانس تعمل سي لوك او سي سكان. اذا متوقع يجيك اشياء دايناميكلي تعمل سكان احسن من لوك. اذا مش هامك الستارفيشن اعمل شورت ستيك تايم فيرست. اذا مش هامك اشي اعمل فيرست كوم فيرست سيرف. فانت حسب شو السيتويشن اللي انت فيه تعمل اشي اللي يناسبك اكثر. تفضل. كان مش فير تمام، يعني مش فير تماما الاخر. ليش؟ لانه ارجع للستارت. لو بعد 124 كان في اشياء اجت بين 124 وال 183 فتقديمها قبل ما تخدم. فهمت عليك. يعني فعليا هو انه فير بيرفكت يم الفايفو، بس الوحيد اللي فير بيرفكت الفايفو لانه هو بيمشي عليهم زي ما هم، لكن هذول احسن من بعض. تمام. حدا عنده اي اسئله؟ شايفين كيف بيجي بالسؤال بامتحان هيك؟ بجيب لك سيكونس وبقول لك حل لي اياه بسي لوك، لوك، سكان، فايفو. اذا طلبت منك لوك او سكان يعني والفيرجنز تاعتهم بكون حاكي لك شو الاتجاه اللي راح تمشي فيه عشان تكون عارفه، بس طبعا لما تصطدم بدك ترجع تغيره. يعني حدا عنده اي سؤال؟ واضح؟ هيك بنكون حكينا عن الديسك. هسا في ضل كم شغله عن الديسك، الهارد ديسك يعني، راح نحكي عنهم بمحاضره الريكوردينج تاعت يوم الخميس. طيب لكن انا هسا بدي بالوقت اللي ضل معانا احكي في عجاله عن الانواع الاستورجز الثانيه اللي راح تشوفوا كيف انه مجرد ما فهمت الديسك صار التعامل معهم اسهل. اول نوع من انواع الاستورجز الثانيه اللي نحكي عنها واللي اتوقع كثير منكم كان اصلا يسال عنه اللي هو الاس اس دي، Solid State Disks. Drive. تمام، أو درايف. فالهدف منه إيش أكثر إشي بيميز SSD مقارنة بالهارد ديسك؟ أسرع صح؟ لكن إيش أكثر؟ نعم، هو مكون من إيش؟ أهم شيء إنه هو أسرع صح؟ أهم ميزة فيه. خلينا نشوف ليش أسرع. شوفوا هو مكون من إيش. نعم، هسا رح نشوف مور ريلايبل أو لا. خلينا دقيقة هاي النقطة رح نجيها، بس دقيقة. فعليا هو مكون من ايش؟ من مجموعة ناند فلاش درايفز. هذول كل واحد فيهم تقدر تخيله كأنه فلاش درايف بخزنوا داتا. مثلا لو كان كل واحد منهم مثلا 1 جيجا بايت، فعندي 6، هذول 6 جيجا بايت. وعندي اهم شيء كنترولر. عندي الكنترولر هذا الهدف منه انه اذا اجاني اي ريكوست اقدر اوديها على اي واحد من هذول ايش؟ الفلاش درايفز. طبعا على اي اساس بوديها؟ كيف العلاقه بين الدرايفز هاي؟ شو بعمل اذا اجاني اكثر من ريكوست وما الى ذلك؟ هذا كله راح نحكيه بمحاضره بكره او محاضره الريكوردينج اللي هو لما نتكلم عن الريد، مع انه هذيك عن الديسكس لكن برضه بنطبق او بشبه الاشياء اللي موجوده هون. لكن اهم شيء انه ليش اسرع؟ لانه there is no moving parts، زي ما انتم شايفين هون بالازرق، انه انا فعليا ما عندي سيك تايم، عندي ما عنديش روتيشنال تايم. التايم الوحيد اللي عندي هو ايش؟ الاكتوال ترانسفير تايم، واللي قلنا فعليا اي احسن او اي ابطا، السيك تايم ولا الروتيشنال تايم ولا الاكتوال ترانسفير تايم؟
الستيك تايم ابطا شيء بعدين روتيشنال بعدين اكشوال ترانسفير تايم. فاحنا ارتحنا من الابطا وضل عندنا بس الاكشوال ترانسفير تايم. فعشان هيك هو ايش اسرع بمراحل كبيره جدا من الهارد ديسك العادي، لكن طبعا اغلى. فهو فعليا هسع المشكله الحقيقيه ليش كل الناس ما حولوش اس اس دي، لانه حقيقه الاس اس دي مور اكسبنسيف بير ميجا بايت. يعني لو بدك تشتري 1 تيرا بايت هارد ديسك عادي او 1 تيرا بايت اس اس دي، اس اس دي راح يكون اغلى، مع العلم انه حاليا كل مالهم سعرهم قاعد بيقرب، يعني بيرخصوا قاعدين اس اس دي بحيث بصيروا مور افوردبل. حلو، لكن في مشكله وهي عكس ما زميلكم حكى. حقيقه الاس اس دي مشكلته الحقيقيه لو يصير سعره زي الهارد ديسك انه الاس اس دي، وهي مش كثير ناس بيعرفوها، الاس اس دي هاز ليميتد او ليميتد لايف تايم، يعني او نسميها شورتر لايف سبان، انه عمره الافتراضي اقل. ليش؟ عشان سبب مشكله بنسميها ليميتد رايت انديورنس. شو يعني؟ يعني كل سل بالاس اس دي مسموح لها ينكتب عليها عدد معين من المرات، مثلا مليون مره، وبعدين تخرب كل بيت مثلا او كل سل. فانت اذا كتبت عليها مليون مره تخرب. طبعا هو العدد اكبر من مليون، بس مثلا لو كان مليون راح يكون ايش، راح تخرب. الهارد ديسك برضو عنده شيء شبيه، لكن العدد اكبر بمراحل من الاس اس دي، لكن الاس اس دي عمره الافتراضي اقل بكثير من الهارد ديسك. وهذا احد الاسباب ليش السيرفرز اللي بهمهم الريلايبيليتي اهم شيء، هو من النهايه ما فيش يوزر قاعد ماسك الماوس بالسيرفر، بهمه الريلايبيليتي، ما بده يبدل الهارد ديسك تاعه كل سنه او كل سنتين، بده يكون عمره اطول. فمشان هيك بيستخدموا هارد ديسك اكثر من اس اس دي. تفضل. نعم طيب، فهذا هو السبب. تفضل. انه هو بس ريلايز من ناحيه انه مش لما يشتغل الاثنين لما يكون شغالين، اذا الهارد ديسك انخبط ممكن يخرب اكثر منه. اوكي يعني صدمة ممكن انه ما فيش موفينج بارتس، لكن احنا قصدنا بالوضع الايديال الطبيعي هاي مشكلته. هسه في احنا ما بنستسلم الاشياء هذا، في عالم كامل ريسيرش كامل على فيلد بسموه وير ليفلينج، انه شايفين كنترولر، كنترولر لازم يكون ذكي، بدل ما يودي كل الريكوست على نفس المكان ويخرب يصير يوزعهم بحيث ايش، بحيث بالتساوي يكبروا. فالعمر الافتراضي تاعهم كل شوي 1 1 1 1 راح يكبروا 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 بحيث تطول معاك مده اطول. تمام. على فكره النون فولاتايل ميموري اللي حكينا عنها زمان المحاضره الماضيه فيها نفس المشكله، وبنحاول نحلها بنفس الطريقه. تمام، واضح لحد الان. فاذا ليش الاس اس دي اسرع؟ لانه ما في موفينج بارتس. ليش، ايش مشكله الاس اس دي؟ limited write endurance او limited shorter lifespan. تمام، واضح. حد عنده سؤال على SSD؟ طيب خلينا ننتقل على نوع ثاني من الديسكس، CD. متذكرين CD؟ طيب CD هو فعليا كان، خلينا نحكي شوي عنه اكثر بس راح تعرفوا ليش مهم نحكي عنه. CD كان فيه فعليا اللي يعني البطن تاعه مقسم الى شغلتين، يا اما بيت يعني زي حفره او لاند. فهو فعليا نفترض مثلا واحد منهم 0 وواحد 1، فانت بتعمل حفر ولاند بالسي دي حسب ال0 وال1 حسب الفايل اللي تحطه. وبعدين في عندك بيكون ليزر زي هيك بيعمل سكانينج للسي دي، وبيجي بيعرف انه هل بناء على التايم تاع الريفليكشن وعلى وضع الريفليكشن انه هل هو الليزر اجى على زيرو او 1، يعني حفره او مش حفره. وبناء عليها بيقدر يعرف انه ايش الزيروز والونز اللي قراهم، وبيقدر يعرف لك ايش الفايل كامل اللي موجود على السي دي. تمام، او ايش الداتا اللي موجوده على السي دي. واضح، هذا مبدا السي دي عمله. طيب تفضل. نعم، السي دي العمر محدد طبعا. هسه راح نشوف ايش مشكله السي دي. هسه اول شيء السي دي اول ليميتيشن له انه السي دي فعليا ما بقدر اكتب عليه الا مره واحده. ليش؟ لانه السي دي اذا بتلاحظوا احنا قاعدين نحكي بدك تعمل حفره، فاحنا فعليا احنا قاعدين نعمل اكتوال فيزيكال تشينج عليه. يعني اللي منكم جرب يعمل رايتنج على سي دي، شو كان اسم العمليه هاي؟ بيرن. ليش كان اسمها بيرن؟ لانه انت عن جد قاعد تحرقه، انت الليزر بيحرق قاعد حرفيا السي دي. مش بس هيك، كان لما يطلع شو السي دي بيكون؟ بيكون سخن جدا، انه عن جد قاعد تحرق فيه انت. فاهمين ليش طلع هيك؟ انه احنا قاعدين نحرق فيه عن جد. اوكي،
لكن السي دي مشكلته كونه معرض انه قدامك اصلا مباشره، فهو مثلا اذا انشخط اذا صار اي شيء راح يخرب عليك الزيروز والوانز اللي انت عملته. تمام. بس هذا يقودنا لسؤال، السؤال هذا سالته كثير الدكتور، احنا كان عندنا زمان سي دي عليه شخوط يعني زيروز والوانز خربوا ومع ذلك كان يشتغل. طيب ليش؟ ايوه لانه فعليا لو نشوف الداتا بتاع السي دي مكونه من ايش، راح تلاقي انها مكونه يعني كل قطعه مكونه من داتا وكمان اي سي سي اللي هي ايرور كوركشن كود. فانت اذا كان الشخط صغير ومقبول صحيح راح يخرب بعض الداتا، لكن الاي سي سي راح يقدر يصلح لك اياهم ويعرف انه هاي الشخط كان تحتيه صفر او 1 وراح يمشي لك الامور. تمام واضح. وهذا بيقودنا لسؤال ثاني، انه ليش لما كنا ننظفه كان يصلح، ليش لما تنظفه وبعدين بيصلح؟ لانه بيكون عليه حرفيا لانه بيكون عليه غبره موجوده جويه الفتوحات هاي الشخط اللي صار فيه غبره، فبطلنا قادرين نقرا لا زيرو ولا 1. لما تنظفه تفتح المجال فبيقدر الليزر يقرا. فهو زي ما انتم شايفين is not very reliable one time use بس، لكن كان يعني صرعه كبيره. تمام ايامها. طبعا بعديه طبعا هو السي دي كيف بيشتغل؟ سي دي فيه شيء بنسميه في تي او سي او فوليوم تيبل اوف كونتنت، هو عباره عن زي بيج تيبل لكنه ايش بيحط لك كل فايل وين موجود بالسي دي. فالاول ما تشغل الجهاز مثلا بلاي ستيشن 1 بتهيئ اللي كانت على السي دي، انه بورجيك ايش الفايل ايش الفايلز الموجوده وبروح عليهم. تمام. طبعا هذا ايش الحلو فيه، كونه السي دي ما بتغير فبالتالي ما في مشاكل البيج تيبل راح تغير وتشيل وكذا، هو هالفايلات هن ثابتات ما راح يتغيروا. واضح. شو اللي اجى بعد السي دي؟ لا قبل الدي في دي اجى السي دي ريد رايت. هذا كان صرعه، هذا ايام لما طلع اتوقع الناس انبهروا فيه بشكل يعني اكثر من اسع من فايبر. ليش؟ لان اكثر من 5G، لانه هذا بيقدر يطبق يكتب يعني تقدر تكتب وتقرا على السي دي اكثر من مره، مش مره واحده وخلاص انحرق. طبعا ايش اللي خلانا نقدر نعمل الشيء هذا؟ انه فعليا الماده اللي نصنع منها هذا السي دي كانت نوع كريستال معين، تقدر انك اذا حطيت له انرجي ميديوم يتحول لزيرو، اذا حطيت له انرجي كثير هاي تحول لون، اذا حطيت له انرجي فيري لو بس بقرا ما بيعدل عليه. فانت تقدر من خلال تغيير الانرجي انك تضلك تحوله من زيرو لون من زيرو لون. تمام. بس كونه هذا تحويل فيزيكال برضه كريستاليزيشن بنسميه، فهو كان له ليميتد نمبر. احنا بنحكي مثلا الاس اس دي مليون مره، هذا كان يكتب 10 مرات بعدين يخرب. واضح. هسه في سؤال ممكن بعضكم يخطر بباله، طب ما داموا سي دي ودي في وهذا كلهم انقرضوا ليش نحكي عنهم؟ متذكرين النون فولاتايل من ميموري اللي قلنا عنها وقلنا لسه ما وصلت العالم؟ الاليه اللي قدروا يحولوا الرام من انه يكون فولاتايل لانه يصير نون فولاتايل معتمده على تكنولوجيا شبيهه بهاي. فمعرفتنا بهاي الهيستوري خلتنا نقدر نصنع رام يكون نون فولاتايل، استخدم شيء بنسميه فيس تشينج ميموري، شيء شبيه بالتكنولوجيا هاي. تمام. فشوفوا قديش العالم انه انت مرات الاشياء القديمه تحتاجها. طبعا ايش يجي بعد السي دي؟ الدي في دي. زي ما بتعرفوا الدي في دي ايش كان حجمه؟ 4 و7 صح. طبعا هو بعديه في فعليا اجى اكثر من ليفل، اجى 8.5 وفي 17 جيجا بايت دي في دي، بس هذول ما وصلونا. ليش؟ ايش اجى وحرق الدي في دي كله؟ بلوراي احنا استخدمناه بالاردن كثير. احنا في شيء ثاني حرق السي دي. ايوه مين قاله؟ الفلاش ميموري. لما اجى الفلاش خلص بطل في معنى للسي دي للدي في دي كلياته. تمام. طب مين منكم بالاسبوع الماضي استخدم فلاش مشان يعطي صاحبه شيء او شيء زي هيك؟ واحد. طب ايش اللي اجى؟ اثنين. طب ايش اللي اجى وحرق الفلاش كمان؟ الكلاود. احنا هسه بدك تعطي حدا اي شيء تبعث له لينك على الواتساب وخلص. شوفوا كيف ان هذا بده تفهموه. شوفوا كيف التكنولوجيا بس خلال اخر 20 سنه طلع السي دي واحترق، طلع السي دي ريد رايت واحترق، طلع الدي في دي واحترق، طلعت الفلاش واحترقت. شوفوا قديش تسارع التكنولوجيا. وهذا بيقودنا الى اخر سلايد اللي نحكي عنه محاضرة اليوم اللي هو هذا. هذا one of the most interesting slides عندنا هون. شوفوا ايش عندي بالصورة هاي. عندي باليسار هنا شايفين مجموعة الناس هذول شايلين الاشي الكبير هذا. هذا مش كمبيوتر، هذا كان ميموري. قديش حجمها؟ 4 ميجا بايت، 5 ميجا بايت، حرام 5 ميجا بايت. صانعتها شركة IBM. على اليمين او على الجهة الثانية شوفوا ايش عندي. عندي اللي على الاصبع هذا
هاي ذاكرة حجمها 1 تيرابايت 1 تيرابايت حطها على إصبعه وهضلاك 5 زلم يعني بيحاولوا يطلعوا على شاحنة 5 ميجابايت تمام. وعلى فكرة هذا ال 1 تيرابايت هي 2019 يعني جزء هسه صار أكثر كمان تمام. شوفوا قديش تطورت التكنولوجيا من هون توصلنا لهناك. الإشي المبهر أكثر إنه لو تروح تفوت على العالم هذاك أيام الأبيض والأسود وتشوف هذول الناس قاعدين شوف قديش ناس بتفرجوا قاعدين ومنبهرين تحكي معهم تقولهم شو قاعد بتشوف رح يقول لك هذا آخر إشي وصلوا العلم شايف عملنا 5 ميجا بايت مستحيل يصير أكثر من هيك هيك أكبر إشي وهذا كذا مش عارف إنه خلال 60-70 سنة رح يصير سلايد عندنا تمام. وإحنا هاي النقطة الأهم قد يجي يوم من الأيام التكنولوجيا اللي عندنا هسا كلياتها هاي تصير سلايد عند حدا ثاني تمام. بس وقتها مش راح يحطون أبيض أسود إن شاء الله ملونين على الأقل إحنا طيب. فالرسالة المهمة إنه لا تفكر للحظة إنه خلاص إيش ضل ختموا العلم خلاص ما ضلش إشي أكثر. بالعكس المجال تاعنا إحنا بالتحديد كآي تي هو المجال اللي مستحيل يخلص بالعكس قاعد كل ماله بتطور. بس إيش السبب وهاي النقطة المهمة إيش السبب اللي خلانا ننتقل من هاي لهاي؟ أنتوا الإنجينيرز أنتوا الإنجينيرز هم اللي قدروا ينقلوا التكنولوجيا من إنه بتحتاج هذا الحجم إلى هذا الحجم. فلا تستهين بحالك لا تستهين بأهميتك بالعالم هسا. أنا بعتقد الفترة هاي اللي إحنا فيها من أكثر الفترات التاريخ البشرية اللي صار فيها تطور لأنه شوف قديش التطور اللي قاعد بصير وشوف قديش الكونسيكونسز تاعته. يعني الموبايلات ليش صار عندنا موبايلات؟ لأنه قدرنا نصغر الميموري وقدرنا نصغر الديفايسز. ليش صار عندي ويب سايت؟ لأنه صار عندي قدرة أعمل سيرفرز يتحملوا ريكوست كثير بمكان صغير. كل التطورات هاي سواء مرتبطة أو مش مرتبطة بالتكنولوجي بشكل مباشر هي سببها أنتو. فمهم جدا أنك تكون مستوعب هاي الشغلات ومستوعب أنه لقدام جاي أشياء كمان لسه. بالعكس أسا عندنا open ended questions هائلة في virtual reality في quantum computing في blockchain في كثير مجالات لسه هسه قاعدة تطلع وإحنا عارفين إنها موجودة هيها بس ما حدش لسه قادر يحل مشاكلها. فالعالم قدامكم كثير كويس بس بدك حدا يتعب على حاله وحدا يتميز بحيث يكون هو واحد من الناس اللي بيحولونا للملون ما يكونش هو من السلايد الأبيض الأسود. طيب طيب الله يعطيك العافية. خليني بس أوقف الريكوردينج مشان أخذ الغياب.